مواقف أمريكية واضحة بشأن الملف الإيراني يمكن اختصارها بعودة إيران إلى التزاماتها أولا. في المقابل رهان إيراني على التغيير مع بدء عهد الرئيس الجديد جو بايدن. من هنا يأتي الموقف الإيراني ومفاده عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي من دون تغيير في بنوده ومن دون مناقشة القدرات الصاروخية الإيرانية. فوسط تناقض المواقف، ما مصير العلاقة الأمريكية الإيرانية في المرحلة الجديدة؟ وهل تصعيد طهران كلامي قبل التفاوض؟ لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفينا. معنا من طهران الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد صالح صدقيان، معنا من واشنطن الدبلوماسي السابق السفير لينكولن بلومفيلد. مرحبا بضيفي. السفير بلومفيلد، دعني أبدأ معك. يعني تصريحات كثيرة وردت على لسان المسؤولين الجدد في إدارة الرئيس بايدن وعلى لسان الرئيس بايدن خلال الفترة الماضية. ما الذي يمكن أن نتوقع فيما يتعلق بالعلاقة بين واشنطن وطهران بكل جوانبها، وليس فقط فيما يتعلق باتفاق 5+1 الاتفاق النووي، العلاقة بشكل عام كيف يمكن أن نرسم ملامحها في السنوات الأربع القادمة؟ أعتقد أن أول شيء أود أن أقوله هو أن إدارة بايدن تريد أن تصلح العلاقات مع كل العالم بدءا من أوروبا وأيضا في الشرق الأوسط. إذن قبل أن يكون هناك طبعا مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران، لأن الطرفين يرغبان والأمر يرتبط أيضا ويتعلق بإيران، إدارة بايدن ستتشاور مع الحلفاء الأوروبيين بالتفاصيل بشأن ما يقلقها، لأنها في 2021 العالم تغير عما كان عليه في 2016، والتغيير الكبير هو أن هناك نزاعات، حيث إن إيران خلقت مشكلات كثيرة واستفزت في الشرق الأوسط من خلال برامجها الصاروخية، من خلال الحوثيين في اليمن بضرب السعودية، وأيضا من خلال تدخلها في سوريا بإبقاء حافظ الأسد بشار الأسد في السلطة. أعتقد أن هناك أشياء كثيرة يتحدث عنها الأمريكيون مع حلفائنا في الخليج والأوروبيين، وطبعا هذا يعقد أمر العودة إلى الاتفاق النووي. دكتور صدقيان، مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش. كما أشرنا، المواقف الصادرة عن مسؤولي إدارة بايدن واضحة إلى حد كبير. دعنا نأخذ على سبيل المثال ما أشار إليه وزير الخارجية المعين في إدارة الرئيس بايدن السيد أنتوني بلينكن، يقول في مواقفه الأخيرة خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ. يقول السيد بلينكن: يعتقد الرئيس المنتخب الرئيس بايدن الآن أنه إذا عادت إيران إلى الامتثال فسنقوم بذلك أيضا، لكننا سنستخدم الاتفاق منصة مع حلفائنا وشركائنا للسعي إلى اتفاقية أطول وأقوى تشمل القضايا الأخرى كالصواريخ وأنشطة إيران المزعزعة على الاستقرار ودعمها وكلائها الإقليميين، وهذا سيكون الهدف. هذا الكلام هل هو مقبول من وجهة نظر إيران، خاصة ما يتعلق بالصواريخ، الأنشطة المزعزعة على الاستقرار ودعم الوكلاء الإقليميين؟ هل هذه مطالب مقبولة من وجهة نظر طهران؟ مساء الخير أستاذ مهند وإلى ضيفك والمشاهدين. الإيرانيون يقولون بأنهم مستعدون أن يعودوا للمربع الأول، يعني إلى ما قبل 2017، يعني قبل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي. بمعنى كل الخطوات التصعيدية التي اتخذتها إيران منذ العام 2019 لحد الآن سوف تتراجع عنها، فيما إذا ألغت الإدارة الأمريكية جميع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب. والمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي هو قال بأن التصعيد مقابل التصعيد، خفض الالتزامات مقابل خفض الالتزامات. الآن الإدارة الإيرانية والقيادة الإيرانية تقول بأن العقوبات، أولا يجب أن تزال كل العقوبات من أجل أن تتراجع إيران عن كل خطواتها، بما في ذلك الزيادة في أجهزة تخصيب اليورانيوم، زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وبالتالي كل هذه الخطوات التصعيدية تتراجع عنها طهران مقابل العقوبات. الآن
إذا حدث ذلك وعادت الولايات المتحدة إلى طاولة 5+1، الإيرانيون يقولون نرجع إلى طاولة المفاوضات، وعلى طاولة المفاوضات لكل حادث حديث. الآن الإيرانيون هم رفعوا سقف التوقعات ورفعوا من سقف المطالب، والمرشد الإيراني قال قبل في تحديدا في 8 يناير الجاري، قال في كلمة تلفزيونية، قال بأن قضية دعم الحلفاء وأصدقاء إيران هذا ثابت من الثوابت، إيران لن تتنازل عن ذلك. وقال أيضا بأن المنظومة الصاروخية الإيرانية هي منظومة دفاعية لا يمكن لإيران أن تتنازل عنها أيضا. لكن أنا أعتقد بأن يعني ما أفهمه من السياسة الإيرانية، العقوبات أولا هذا شيء لأنه مهم جدا أن تلغى العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب. عند ذلك على طاولة المفاوضات أنا أعتقد بأن يمكن أن يتوصل الجانبان إلى نقاط وسط بما يحقق المصالح الأمريكية أو الغربية بشكل عام، وفي ذات الوقت يحقق المصالح الإيرانية. سفير بلومفيلد، ما رأيك بهذا الكلام؟ يعني أولا دعنا نشير إلى أنه إدارة الرئيس بايدن على ما يبدو غير مستعجلة للعودة إلى هذا الاتفاق، كما أشارت مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز التي تمت المصادقة على تعيينها مؤخرا. تقول السيدة هينز: أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن العودة للاتفاق النووي، وأعتقد أنه ستكون هناك فرصة للتشاور مع الكونغرس بشأن قضايا الصواريخ الباليستية والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار بشكل واضح والتي تنخرط فيها إيران، والرئيس أشار إلى هذا الأمر أيضا كما تقول. ما رأيك سعادة السفير، هل ما أشار إليه الدكتور صدقيان من موقف إيراني يقوم على رفع العقوبات، كامل العقوبات التي فرضت في الفترة الأخيرة، وتصعيد مقابل تصعيد أو التزام مقابل التزام، هل هذا موقف يمكن أن تقبل به إدارة الرئيس بايدن؟ قبل كل شيء دعني فقط أحيي السيد صدقيان وأقول له بأنه قد عكس تماما الموقف الذي يأتي من حكومة طهران. أنا رؤيتي بأن الأمر سيكون معقدا، فإحدى القضايا من الجانب الأمريكي هي أن إدارة أوباما أرادت أن توقع هذا الاتفاق من دون العودة إلى الكونغرس، ولكن طبعا جاءوا إلى الكونغرس بعد ذلك، ولكن حتى الديمقراطيون انتقدوا ذلك الاتفاق، وطبعا هذا دائما يصعب ويعقد الأمور. وبسبب أن الرئيس ترامب انسحب من الاتفاق، نسمع أشخاصا في طهران يقولون بأنه ينبغي أن تكون معاهدة لأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنسحب منها مستقبلا. طبعا هذه كما قلت تعقد الأمور، كما أن كان هناك قرار في مجلس الأمن مرر قبل نقل الاتفاق إلى الكونغرس، وهذا جعل البعض ممتعضين في الكونغرس. وبعد أن تم تطبيق الاتفاق النووي، إيران استغلت طبعا قرار مجلس الأمن الجديد لتطور برنامجها الصاروخي، ووزير الخارجية جون كيري كان متفاجئا ولم يتوقع ذلك، وطلب من وزير الخارجية ظريف والآخرين أن يتوقفوا، ولكن الجانب الإيراني قال لا، وقالوا إن لدينا الآن تصريحا بفعل ذلك، وبأنه هناك رفع للحصار علينا والعقوبات. إذن هنا الديمقراطيون والجمهوريون في واشنطن يجادلون بشأن مواقفهم، وكما قلت هذا كله ينبغي أن يحل حتى تكون هناك مقاربة متناغمة للمفاوضات. دكتور صدقيان، هذه نقطة مهمة، لأنه يعني الرئيس بايدن يتعرض لضغوط بالنسبة للعلاقات مع إيران، ليس فقط من خصومه الجمهوريين، حتى يعني أشد حلفائه وأوثق حلفائه، نتحدث عن زعيم الأغلبية الآن في مجلس الشيوخ تشاك شومر يرفض العودة إلى هذا الاتفاق بشكله الحالي، بوب منندز الآن الذي تسلم رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ديمقراطي أيضا يعارض هذه المسألة، وبالتالي الضغوط على إدارة بايدن ليس من الخصوم وإنما أيضا من الحلفاء، وبالتالي العودة إلى المربع الأول كما أشرت حضرتك عام 2016، هذه مسألة على ما يبدو أنها غير واردة إطلاقا من وجهة النظر الأمريكية. ما الذي يمكن لطهران أن تفعله للوصول إلى نقاط الوسط التي أشرت إليها؟
يعني في حقيقة الأمر كنا نتوقع بعد الاتفاق النووي في العام 2015 أن يزال أو أن يقل حاجز عدم الثقة الموجود بين إيران والولايات المتحدة. نحن نعلم بأن هناك حالة عدم ثقة كبيرة جدا موجودة بين طهران وواشنطن، وهذه حالة عدم الثقة ربما من بداية الخمسينات منذ ثورة مصدق لحد الآن هذه موجودة. في الأربعين عام الأخيرة حاجز عدم الثقة يعني كان قاسي جدا، وبالتالي فقدت هذه الثقة تماما. نحن نعلم بأن السيد بايدن هو ثامن رئيس للولايات المتحدة يواجه الجمهورية الإسلامية، وكل الرؤساء السابقين أما ساهموا في حرب ضد إيران أما وضعوا إيران في إطار الاحتواء المزدوج، في محور الشر، في حرب اقتصادية، في انسحاب من الاتفاق النووي، في عقوبات في حالتها القصوى فرضت على إيران. وبالتالي ما كنا نتمناه أن تزال هذا الجدار من حاجز عدم الثقة. على العكس من ذلك، جاء الرئيس ترامب عزز حالة عدم الثقة. الآن نحن أمام حالتين مستعصيتين. النقطة الأولى، الحالة المستعصية الأولى، هي حالة عدم الثقة، لأنه الإيرانيون يقولون يعني إذا جلسنا مع الرئيس بايدن وتوصلنا إلى اتفاق أو اتفاقات من بأي شكل من الأشكال، ما هي الضمانة إذا جاء مرة أخرى الجمهوريون سوف يتنصلون مما يوقع عليه الرئيس بايدن؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، الوضع الآن وضع صعب جدا، يعني على خلاف ما يتوقعه الكثيرون بأن هناك تفاؤل كبير بمجيء الرئيس بايدن والعودة للاتفاق النووي والأمور سوف تحل. أنا أعتقد بأن هناك صعوبة، وهذه الصعوبة يعني صعوبة متزايدة. لا أدري كيف سيتمكن الإيرانيون والأمريكيون من التعاون من أجل أولا تعزيز الثقة، ثانيا التوصل إلى اتفاقات تريح الجانبين. أنا شخصيا لا أعتقد بأن هناك يعني لا يلوع، بالرغم من أني متفائل بعض الشيء، لأن الفريق الذي يحيط بالرئيس بايدن بالتأكيد هو يختلف عن الإدارة الأمريكية السابقة، لكن هناك صعوبات، وهذه الصعوبات صعوبات قوية، يعني ليست صعوبات بسيطة، ولكن أيضا الظروف اختلفت. يعني تنتظر طهران من أجل قبل قليل، يعني العالم عام 2021 ليس العالم نفسه عام 2017 حين تسلم الرئيس ترامب آنذاك مقاليد الحكم، وبالتالي هناك الكثير من المتغيرات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حال فكرت الإدارة الجديدة العودة إلى أي نوع من الاتفاق مع طهران. دعنا بسرعة نستعرض ما قاله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي غرد حول هذا الموضوع. يقول: الإدارة الأمريكية الجديدة أمام خيار أساسي، بإمكانها تبني السياسات الفاشلة للإدارة السابقة أو بإمكانها رفض الافتراضات الفاشلة والسعي نحو السلام والتعاون. هل هذا خطاب يعيد الثقة دكتور صدقيان بين الطرفين؟ أيضا الجانب الإيراني يقول على الولايات المتحدة أن تعود إلى هذا الاتفاق وأن تتخلى عن السياسات القديمة إلى آخره. هل هذا يعني خطاب عملي يمكن بالفعل من خلاله الحديث عن إعادة الثقة بين الطرفين؟ ولذلك يعني هذه نقطة من النقاط التي تعقد الأمور أكثر، ولذلك أنا قلت بأن هناك حالة من يعني من الصعوبة أن نتصور كيف ستكون المفاوضات المقبلة. أنا أعتقد بأن الإيرانيون حاليا وطهران تنتظر تصور واضح وبشكل رسمي من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة في آلية الرجوع إلى طاولة المفاوضات. كان هناك معلومات، هذه المعلومات لم تؤكد، لكن يقال بأن هناك تصورات نقلت من فريق الرئيس بايدن إلى طهران، وهو أن إدارة الرئيس بايدن تزيل قسم من العقوبات وتجلس على وتعود إلى طاولة المفاوضات، طاولة 5+1 مع المجموعة الأوروبية والصين وروسيا، على أن تزال بقية العقوبات على طاولة المفاوضات. يبدو بأن الإيرانيين لم يقبلوا هذا التصور.
وقالوا بأن العودة إلى الطاولة يجب أن تكون أن تتزامن مع إلغاء كل العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب على إيران. هذه نقطة الآن يعني غير رسمية وغير مؤكدة، لكنني سمعتها من مصادر غربية ومصادر إيرانية أكثر. الآن على طهران يعني إيران تنتظر بشكل رسمي تصورات إدارة الرئيس بايدن في آلية الرجوع إلى هذه الطاولة. عند ذلك يمكن أن تتبلور صورة رسمية أيضا عند الإيرانيين، ونحن نعلم بأن هناك روسيا والصين يشجعان الجانبين من أجل الرجوع إلى طاولة المفاوضات وحل المشاكل المستعصية أمام الجانبين. لكن يجب علينا أو الإيرانيين ينتظرون كيف تريد إدارة بايدن الرجوع إلى هذه الطاولة. سفير بلومفيلد، دعني بسرعة أيضا أستعرض ما قاله وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن، الذي تم إقرار تعيينه مؤخرا في مجلس الشيوخ. السيد أوستن يقول: إيران تمثل تهديدا لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وللقوات الأمريكية هناك. طهران لا تزال عنصرا مزعزعا للاستقرار في المنطقة. يعني واضح أن هناك إجماع داخل الإدارة الأمريكية على أنه العودة إلى الاتفاق بصيغته القديمة غير واردة. كيف برأيك بالإمكان العودة إلى أي نوع من المفاوضات إذا كان الطرف الأمريكي متمسك بهذه النقطة والطرف الإيراني من الجهة الأخرى متمسك بالعودة إلى المربع الأول؟ لا أستطيع أن أتحدث بلسان الإيرانيين، ولكن أقول هذا: أعتقد أن هناك إجماعا في الولايات المتحدة بأننا لا نريد أن نرى الشعب الإيراني يعاني. نحن لسنا سعداء بأن المواطن العادي الإيراني يعاني، ونريد أن نجد طريقة لأن يحصلوا على حرية وعلى وجود وعلى ازدهار أكثر. الرؤى التي نسمعها، أعتقد بأنه ينبغي أن تكون هناك محادثات هنا في واشنطن، لأنه 2013 و2015 الجميع كان يتحدثون عن الخطر النووي. أما الآن الحديث يدور حول أن لماذا إيران تريد السلاح النووي؟ هل لتستعمل السلاح أم لتقوي نفوذها في الشرق الأوسط؟ وهذا يعيدنا لمواضيع سوريا واليمن ولبنان وحزب الله، وتلك المواضيع التي ينبغي التطرق إليها مع أوروبا وشرق الأوسط. ونعتقد أن هل يمكن الوثوق بالإيرانيين؟ فكما تعرفون الرئيس روحاني كان يقود الملف النووي آنذاك، وكان يخفي ويكذب على الغرب وحافظ على البرنامج النووي. والبعض اعتقدوا بأن المحافظة على البرنامج كانت لأن طبعا آية الله خامنائي ليس لديه شعبية كبيرة في العالم الشيعي، ولذلك كان يريد أن يكون لديه نفوذ ضمن الشيعة. إذن هناك أشياء كثيرة يمكن الحديث حولها، ثم يمكن وضع استراتيجية. أما بالنسبة لوزير الخارجية ظريف، فلا أحد طلب منه كيف يفسر الإرهابيين الذين مثلا جاءوا من السفارات الإيرانية في النمسا وألمانيا وفرنسا، وهو في مشكلة في ألبانيا وفي الدنمارك. هو وزير الخارجية، هو طبعا جيد جدا في مخاطبة الغرب، ولكن عليه أن يرد على أسئلة حتى يحظى بالمصداقية. دكتور صدقيان، الآن الملفات الثلاثة التي يعني يتم الحديث عنها فيما يتعلق بهذه العلاقة بين واشنطن وطهران هي الملف النووي، الملف الصاروخي، ملف الأنشطة المزعزعة للاستقرار. هل بالنسبة لإيران من وجهة نظر طهران هذه الملفات في سلة واحدة، أم يمكن الحديث عنها بشكل منفرد؟ أنا أعتقد الجواب على هذا السؤال يجب أن نرجع إلى المفاوضات التي جرت قبل العام 2015. اتفق الجانبين الإيراني والأمريكي تحديدا يعني عند الاجتماعات التي عقدت في فيينا، في العاصمة النمساوية فيينا، اتفقوا على فصل هذه الملفات. وبالتالي كان من المفترض آنذاك أن يتم
التوصل إلى الاتفاق النووي وتلغى العقوبات التي فرضت على خلفية الاتفاق النووي، لأننا نعلم بأن هناك سلة من العقوبات. صحيح. عقوبات فرضت على خلفية الاتفاق النووي، عقوبات فرضت على خلفية حقوق الإنسان، عقوبات فرضت على خلفية الإرهاب والنفوذ الإيراني في المنطقة، وبالتالي كان من المفترض أن يبدأ الجانبان مفاوضات جديدة بعد تنفيذ الاتفاق النووي. لكن يعني الجانب الأمريكي تلكأ منذ يعني بعد الاتفاق النووي الذي تم في يوليو تموز من العام 2015 إلى نوفمبر 2016، كان هناك ربما أكثر من 10 أشهر أو أكثر قليل من ذلك، لكن الجانب الأمريكي لم ينفذ الاتفاق النووي وتحديدا فيما يتعلق بالتحويلات المالية، وعند ذلك تلكأ اللجوء إلى الملفات الأخرى من أجل إزالة كل العقوبات المفروضة على إيران. وأنا أعتقد بأن الآن أيضا الجانب الإيراني والجانب الأمريكي يميلان، حتى الجانب الغربي أيضا يميلان إلى فصل هذه الملفات من أجل التوصل إلى قاعدة رابح رابح ترضي الجانبين. سعادة السفير بلومفيلد، ما رأيك، هل بالفعل يمكن فصل هذه القضايا الثلاثة التي أشرنا إليها والتفاوض عليها كل على حدة، أم من وجهة نظر إدارة بايدن على الأقل يجب أن تحل كلها يعني في صفقة واحدة أو بسلة واحدة؟ ضيفك ربما طبعا يعطي تحليلا مهما جدا هنا ومثيرا للاهتمام. نعم، يمكن أن تقسم هذه الأمور. طبعا الاتفاق النووي ومجموعة الخمسة زائد واحد، وذلك الاتفاق الذي حدث في 2015، كان هناك خبراء ومحللون ولم يكونوا يفهمون أي شيء بشأن سياسات مثلا الأزمة السورية أو لبنان أو غيرها. وإحدى المشكلات في واشنطن هي بأننا نميل إلى أن نقسم الخبراء على عدة أقسام، هم لا يأتون في استراتيجية واحدة. إذا إدارة بايدن استطاعت أن تفكر في استراتيجية تجاه السلوك الإيراني في المنطقة واستراتيجية تجاه حقوق الإنسان، هذا يمكن أن يكون مثمرا جدا، لأنه إذا أدركنا بأنه ستكون هناك عقوبات بعيدا عن الاتفاق النووي، يكون هناك، أستطيع أن أقول لك بأنه بسبب النظام الإيراني وبسبب أن لديه أفرادا كثرا موجودون على مدى 40 عاما، فكان لديهم يد مباشرة في العديد من الحوادث الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان، وحتى اليوم الولايات المتحدة لم تحاول أن تحاسب هؤلاء المسؤولين. السفير لينكولن بلومفيلد الدبلوماسي الأمريكي السابق كان معنا من واشنطن، أشكرك على المشاركة معنا هذه الليلة. أشكر ضيفنا من طهران الدكتور محمد صالح صدقيان الكاتب والباحث السياسي، شكرا لكم.